وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم بحفظ الله ورعايته يوم أمس إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة تلبية لدعوة كريمة من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. نعم، وذلك للمشاركة في اللقاء الأخوي التشاوري الذي سيعقد اليوم بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المعظم لدى وصوله مطار مدينة العالمين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية. قد جرت لحضرة صاحب الجلالة لدى وصوله مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلمان الملكي البحريني والجمهوري المصري. سلام مملكة البحرين، سلام. سلام الشرف كتفاً. بعد ذلك صافح جلالة الملك المعظم كبار المسؤولين في الحكومة المصرية، بينما صافح فخامة الرئيس المصري أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالته. وخلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار، رحب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلالة الملك المعظم وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها جمهورية مصر العربية. بهذه المناسبة أكد حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المتبادل على تطويرها وتنميتها في جميع الميادين، مؤكدا جلالته على أهمية برامج التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه إلى مستويات أكبر وأرحب تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تدعم تطلعاتهما نحو مزيد من التقدم والازدهار للشعبين الشقيقين. أعرب جلالته بهذه المناسبة عن بالغ الامتنان والثناء للجهود التي يبذلها الأخ الكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العمل العربي المشترك ودفع مسيرته المباركة نحو أهدافها السامية، شاكرين مساعيه المخلصة لتكثيف الجهود وتوحيدها لفتح أفاق جديدة للتعاون العربي المشترك في مختلف المجالات التي من شأنها تحقيق النماء والازدهار المنشود وتلبية التطلعات وأمال شعوبنا، سائلين المولى عز وجل أن ينعم على هذا البلد الشقيق بمزيد من الأمن والأمان والنماء والازدهار.
بعد ذلك توجه موكب جلالة الملك المعظم إلى فندق الماسة، حيث شارك جلالته في حفل افتتاح الفندق. وبعد قص الشريط إذانا بافتتاح الفندق، استمع جلالته وفخامة الرئيس المصري وصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب الجلالة العاهل الأردني ودولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق، والحضور إلى شرح حول مراحل إنشاء فندق الماسة ومختلف المرافق والمنشآت السياحية التي يضمها، والذي تم إنشاؤه وفق أحدث التصاميم العالمية. بعد ذلك حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مأدبة الغداء التي أقامها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريما للقادة المشاركين في اللقاء الأخوي التشاوري والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية الشقيقة. We'll be right back.